السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. اليوم راح نشرح عن المفعول به قواعد اللغة العربية للصف الخامس ابتدائي. نسوي مراجعة للدرس السابق اللي أخذناه عن الفاعل. الفاعل هو الذي قام بالفعل، يأتي بعد الفعل. الفاعل هو اسم دائما مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. بعد الفاعل يأتي المفعول به. المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، يعني المفعول به هو اسم دائما منصوب وهو الذي وقع عليه الفعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل. هسه هنا تكونت الجملة الفعلية اللي هي تتكون من فعل زائد فاعل زائد مفعول به. وتكلمنا عن الفعل، فعل أما يكون ماضي أو مضارع أو أمر، بعده راح يجي الفاعل. الفاعل هو اسم، اسم دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورا الفاعل راح يجي المفعول به. المفعول به هو اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه قاعدة، قاعدة عامة أنه الفاعل مرفوع بالضمة والمفعول به منصوب بالفتحة. الفاعل هو الذي قام بالفعل. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل. هسه نقول هنا المفعول به هو اسم، وهو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. وهو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. علامة إعرابه، علامة إعرابه الفتحة. الفتحة هي علامة إعراب المفعول به. المفعول به دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نأخذ مثال، مثل تساعد، تساعد الممرضات الأطباء. هنا تساعد فعل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الممرضات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأطباء هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الفتحة في نهاية المفعول به. هسه الجملة الفعلية تتكون من الفعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به. المفعول به اللي هو درسنا اليوم يكون اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثاني هنا، قرأ التلميذ الدرس. قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدرس هنا مفعول به، مفعول به وقع عليه فعل الفاعل. هنا التلميذ هو الذي قام بالفعل، والدرس هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. الدرس هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به. هسه اللي افتهمناه من المفعول به شنو؟ المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، يأتي بعد الفاعل ويكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه قاعدة عامة، نعرف انه الفاعل مرفوع دائما، هو اسم مرفوع دائما وعلامة رفعه الضمة، اما المفعول به هو اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هسه إذا نريد نعرب الأطباء شو نقول؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا مثل ما تلاحظون هنا الفتحة. وهسه من راح نحل التمارين، الحركات مطلوبة، حركات مطلوبة بالفعل إذا كان فاعل ضمة، وإذا كان مفعول به نهايته فتحة. نعدنا التمرين المحلول صفحة 21. استخرج المفعول به من الجمل التالية ثم بين علامة نصبه. أولا، صانع العراقي الوطني، صانع العراقي الوطني. هنا عندنا صانع فعل،
فعل ماضي مبني على الفتح. العراقي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. الوطني المفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هنا الوطني هو الذي وقع عليه الفعل، وإجا هنا وراء الفاعل، وراء الفاعل هنا الجملة الفعلية فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، الوطني هنا المفعول به، هنا المفعول به وعلامة نصبه أولا الوطني. ألقى الشاعر قصيدة رائعة. ألقى فعل، الشاعر فاعل، قصيدة مفعول به. نا ثانيا قصيدة هي المفعول به وعلامة نصبه الفتحة. يلعب الأولاد الرياضة صباحا. يلعب الفعل، الفاعل الأولاد، الرياضة هي المفعول به. نا الرياضة هي المفعول به وعلامة نصبه الفتحة. يكافح الناس الذبابة. يكافح فعل، الناس فاعل، الذبابة المفعول به. هنا عندنا الذبابة مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. هسه نحل التمرينات. التمرين الأول، استخرج المفعول به من الجمل التالية واضبطه بالشكل. يعني هنا يريد من عندي أطلع المفعول به واضبطه بالشكل، يعني أكتبه بالحركات. أولا، يعلم المعلم التجويد. يعلم المعلم التجويد، المفعول به هو دائما يجي وراء الفاعل. هنا فعل يعلم، الفاعل المعلم التجويد هي المفعول به. هنا نكتب التجويد مع الحركة، مع حركة الفتحة، التجويد. التجويد هو المفعول به. ثانيا، زار السائح المتحف. المتحف هنا المفعول به وعلامة نصبه الفتحة. ثالثا، يحترم الصغير الكبير. الكبيرة المفعول به. يوفر المقتصد النقود. النقود هو المفعول به، اجى ورا الفعل. اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حقق المثابر النجاح. النجاح هو المفعول به منصوب بالفتحة. هسه مثل ما تلاحظون انه هذه الجمل هي جمل فعلية متكونة من فعل وفاعل زائد مفعول به، فعل وفاعل مفعول به، فعل وفاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، فعل وفاعل مفعول به. التمرين الثاني، ضع مفعولا به في المكان الخالي مما يلي واضبطه بالشكل. اولا، يحرس الجنود. هنا نقول الوطنة، المفعول به الوطنة، منصوب علامة نصبه الفتحة. يحرس الجنود الوطنة. ثانيا، تحب الشعوب السلامة. تحب الشعوب السلامة، هنا السلامة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. السلامة الحرية. هنا النقطة الثالثة، فحص الطبيب المريضة. فحص الطبيب المريضة، هنا المريضة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. كافأ المدير المجتهد. كافأ المدير المجتهد، المجتهد هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. كتب أحمد قصيدة. كتب أحمد قصيدة، هنا قصيدة هي المفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. التمرين الثالث، اجعل كل كلمة من الكلمات التالية مفعولا به في جمل مفيدة واضبطها بالشكل. نعدنا الكلمات، العلماء، المدرسة، الطائرة، صورة، المجتهد. هنا نخليها في جمل مفيدة. العلماء، شو تصير؟ يحب الناس العلماء. يحب الناس العلماء، هنا العلماء هي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. المدرسة، دخل الطلاب المدرسة. دخل الطلاب المدرسة، مثل ما تلاحظون ان هذين الكلمات اخليهن مفعول به، مفعول به، ونعرف ان المفعول به قبل الفاعل، الفاعل قبل الفعل. يعني هنا الجملة الفعلية فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به. الطائرة، شو تصير؟ ركبت زينب الطائرة. ركبت زينب الطائرة. صورة، علق أحمد صورة. علق أحمد صورة. المجتهد، كافأ المدير المجتهد. كافأ المدير المجتهد.
كافئة فعل ماضي مبني على الفتح، المدير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المجتهدة هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا عندنا مثال في الإعراب، حفظ المؤمن العهد. حفظ المؤمن العهد هنا جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل ومفعول به. هنا نعربها نقول حفظ فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. المؤمن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العهد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه قاعدة عامة نخليها ببالنا، إنه الفعل الماضي هو دائما مبني على الفتح، والفاعل هو دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنانة المفعول به هو دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندنا هنا التمرين الرابع، أعرب ما يأتي. أولا يزرع الفلاح القمح. يزرع هنا شنو عندنا؟ فعل، فعل مضارع، فعل مضارع دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا الفعل المضارع، وراء الفعل راح يجي الفاعل. هنا الفلاح فاعل، فاعل، الفاعل شبيه دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره. وراء الفاعل المفعول به، مفعول القمحة مفعول به، شبيه المفعول به منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. إن هنا القمحة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، المفعول به دائما منصوب وعلامة نصب. النقطة الثانية، قرأت سناء القصة. هنا قرأ فعل ماضي. هنا ليش اجت تاء؟ شرحنا هذا الموضوع في درس الفاعل، قلنا اذا الفاعل كان مؤنث وقبل فعل ماضي فنهاية الفعل راح تكون هنا تاء طويلة ساكنة لا محل لها من الاعراب. هسه نعربها، قرأت سناء القصة. قرأت هنا نقول قرأ فعل ماضي، قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، والتاء ساكنة، والتاء ساكنة لا محل لها من الإعراب. هذه عندنا التاء ساكنة لا محل لها من الإعراب. سناء فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. القصة هي مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة على آخره. القصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا الجملة الفعلية متكونة من فعل وفاعل مفعول به. الفعل هنا الفعل الماضي هو دائما مبني على الفتح، الفاعل هو دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمفعول به هو دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.